امرأة عليها صيام شهرين متتابعين، لا شك أن المرأة تمر بها أعذار شرعية، كيف يكون حالها والحال مالذكر؟ جزاكم الله خير شيخ خالد. قلنا إن التتاوع لا يبطله صوم واجب كشهر رمضان ولا فطر واجب كأيام العيدين وأيام التشريق وحالة الحيض للمرأة، هذا كله لا يقطع التتاوع لأنه فطر واجب، لأن الحيض يجب عليها الإفطار، لا يجوز لها الصيام في حال الحيض. نعم.